وحدة برنامج معالج النصوص، رأس وتذييل مستند، إدراج نص أو رسومات في رأس أو تذييل الصفحة. عزيزي المحرر الصغير، يمكنك من خلال برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد إدراج نص أو رسومات في رأس وتذييل الصفحة. لتنفيذ ذلك اختر تبويب إدراج، اضغط على أداة الرأس من مجموعة رأس وتذييل، اختر أداة تحرير الرأس، لإدراج نص أعمل التنسيقات المطلوبة، أختار قياس الخط 18 واللون الأحمر والمحاذاة وسط، واكتب كويتنا الغالية. تم تحرير النص. لإدراج رسومات اضغط على تبويب إدراج، ثم اختر صورة، ثم أحدد مكان حفظ الصورة وليكن سطح المكتب شعار الدولة. تم إدراج شعار الدولة. لاحظ، بنفس الطريقة يمكننا تحرير تذييل المستند. اضغط على تبويب إدراج ثم تذييل ثم تحرير تذييل وأدرج النص التالي: مدرسة الرقة الابتدائية بنات. اضغط على أداة إغلاق الرأس والتذييل.